وللحديث أكثر عن الدور الذي لعبته تركيا في إنقاذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية رغم تهديدات روسيا بالانسحاب من ذلك الاتفاق، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والتركي حمزة تكين. حياكم الله أستاذ حمزة. حياكم الله سيد الكريم. أهلا بك أستاذ حمزة. يعني برنامج الغذاء العالمي حذر العالم من أزمة غذاء جراء الحرب الأوكرانية. السؤال هنا، ما هو الدور الذي لعبته اتفاقية اسطنبول لتصدير الحبوب والزيوت الأوكرانية في منع وقوع مثل هذه الكارثة؟ يعني سيدي الكريم، كما بات معروف لكثير من الجهات والمتابعين أن اتفاقية اسطنبول فيما يتعلق بتصدير الزيوت والحبوب الأوكرانية، لنفترض أنها لم تتم منذ البداية لكان العالم الآن يعيش أزمة حقيقية بالغذاء، أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومجاعات خاصة في الدول الفقيرة، وهذا ما قالته الأمم المتحدة. ولكن أتت اتفاقية اسطنبول منذ البداية ومنعت وقوع هذه المجاعة في العالم، ومنعت وقوع أزمة غذائية حقيقية لمئات ملايين البشر. وبالتالي تركيا حريصة من هذا الباب على استكمال هذا الدور الإنساني والإغاثي الكبير والنجاح الدبلوماسي بشقه الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برعاية تركية، وحتى مشاركة تركيا نستطيع أن نقول عنها أيضا أنها اتفاقية رباعية. وبالتالي اليوم دفع تركيا وإصرار تركيا على استمرار هذه الاتفاقية هو من باب منع وقوع المجاعة التي كان يتخوف منها العالم قبل أشهر. طيب، يعني الخطر ما زال موجودا، هذه الاتفاقية تمنع وقوع هذا الخطر وتمنع وقوع المجاعة، وبالتالي دور كبير لتركيا وخاصة لشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طيب، في هذا السياق، ما هي الأدوات التي لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي استخدمها لإنفاذ مثل هذه الاتفاقية التي يعني كما تحدثت أنقذت لربما العالم من وقوع كارثة؟ طبعا يعني فعلا هي أنقذت العالم. الحبوب الآن تصدر من أوكرانيا إلى العالم والدول الفقيرة بالتحديد برعاية تركية وحماية تركية ويعني مراقبة تركية، وبالتالي الأوراق كثيرة التي استخدمت في هذا السياق خاصة للضغط على الجانب الروسي. كلنا نعلم أن اليوم تركيا هي البوابة الوحيدة بالنسبة لروسيا، بوابة سياسية واقتصادية وسياحية، يعني كثير من دول العالم وخاصة الغربية منها تقاطع روسيا الآن ولا تتواصل مع روسيا، وتمنع الطائرات الروسية من عبور الأجواء الأوروبية والسفن الروسية من الرسو والمرور بالمياه الإقليمية الأوروبية، وبالتالي حصار على الجانب الروسي وعقوبات. من اليوم الباب الوحيد لمخاطبة العالم يعني بالنسبة لروسيا؟ تركيا، الرئيس الوحيد يكاد في العالم الذي يرفع السماعة متى يشاء ويتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كثير من القضايا. وبالتالي اليوم الورقة هي أن روسيا بحاجة لتركيا، وأن روسيا ليست بموقع الآن أن تغضب تركيا منها في هذا الملف أو ذاك الملف. لذلك دائما ضغوط تركيا وتدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بوتين بشكل شخصي تمدد هذه الاتفاقية، والمرجو أن تبقى هذه الاتفاقية مستمرة طالما أن الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة. وبالتالي الضغط هو أن روسيا اليوم بحاجة لتركيا في كثير من الملفات الاقتصادية، في كثير من الملفات السياسية، وفي كثير من ملفات التعاون الإقليمي بينهما، سواء في القضية السورية أو القضية الأثرية والأرمينية وغيرها من القضايا. وبالتالي تركيا بموقع قوة أكثر ومتقدمة عن روسيا في هذه النقطة بالتحديد. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه أستاذ حمزة، ما مصلحة روسيا في الخروج أو في إيقاف مثل هذه الاتفاقية بهذا التوقيت؟ يعني إذا أرادت روسيا أو يعني تلوح بورقة الخروج من هذه الاتفاقية، هي القضية ليست بمصلحة، هي ليس لديها أي مصلحة بل ضرر، سيقع ضرر. وبالتالي هي تحاول أن تقول للعالم أنا يمكنني أن أضغط عليكم وأضغط على الغرب إذا قررت عدم السير بهذه الاتفاقية، وبالتالي هي بشكل مباشر برأيي لن تكون خاسرة، يعني لا
اقتصاديا ولا من نواحي أخرى، ولكن ستسقط بنظر العالم أكثر وأكثر من الناحية الإنسانية ومن الناحية الأخلاقية بكل تأكيد. يعني سجل روسيا الأخلاقي والإنساني ليس بالإيجابي كثيرا، وبالتالي من مصلحتها الاستمرار بهذه الاتفاقية حفاظا على سمعتها، على أخلاقها، على ملايين البشر كما ذكرنا في البداية يعانون من أزمات غذائية ولا يتحملون يعني إيقاف هذه الصادرات من أوكرانيا لدولهم. في نقطة هنا مختلفة من زاوية أخرى، العالم اليوم عليه أن يجد بدائل لأوكرانيا، يعني ليس من المعقول أن العالم اليوم يعيش مجاعة بسبب حرب في أوكرانيا فقط، وبالتالي مطالبة دول العالم أن تبحث عن بدائل وأن تزرع هي وأن تطور القطاع الزراعي في دولها على أراضيها، وبالتالي نتخلى في المستقبل عن تهديد روسيا على سبيل المثال أو غير روسيا في المستقبل بهذه الورقة. يعني هذا الإنجاز الكبير الذي حققته تركيا والذي يصب في مصلحة العالم، هو شئنا أم أبينا هو من إنجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هل تعتقد أن يعني مثل هذا الإنجاز يمكن أن يصب في معركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركته الانتخابية، خاصة في جولة الإعادة المقبلة في الانتخابات التركية؟ يعني ليس كثيرا حقيقة، ليس كثيرا، لأن اليوم المعركة الانتخابية الرئاسية في الجولة الثانية مختلفة عناوينها عن مثل هذه القضايا، ولكن بالعنوان العام هي جزء من عنوان عام. عنوان عام هو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح زعيما مؤثرا في الإقليم وفي العالم، وليس فقط محصور تأثيره في الداخل التركي، وبالتالي هذا التأثير جزء منه هي هذه الاتفاقية، جزء منه هو تواصله الدائم والمستمر وفي أي لحظة سواء مع مسؤولين غربيين أو مع الجانب الروسي، ولا يوجد زعيم في العالم في الوقت الراهن يستطيع أن يفعل هذا الأمر ويتمتع بهذه الميزة إلا أردوغان، وبالتالي هي جزء من سمعة أردوغان أنه أصبح زعيم عالمي ومؤثر، وبالتالي هذا من المفترض أن يدعو شريحة كبيرة من الشعب التركي للافتخار بمثل هذا القائد، وبالتالي هذا يدعم موقف أردوغان بالجولة الثانية في الانتخابات التي من المتوقع أن تكون نتائجها لصالح أردوغان. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين، شكرا جزيلا لك.